الرؤية الخامسة أيضا التي غيرت مجرى حياتي هي رؤية استخارة، وكنت أعمل في مستشفى دادلي، الآن اسمها مستشفى سيتي في مدينة برمنغهام، كانت مستشفى جامعية، وكان عندي وظيفتين. يعني قدمت على وظيفة في مانشستر، تعتبر هي ان انا الوظيفة تكون اعمل في اكتر من مستشفى، والوظيفة كانت في برمنغهام التانية انها وظيفة بحثية. طبعا وظيفة برمنغهام كانت وظيفة اقل في الدخل واقل في ساعات العمل الى اخر يعني، وكان لها صفة معينة يعني في البحث، فما كنتش عارف اعمل ايه. الوظيفة التانية بتاعت مانشستر كان مدة 3 أو 4 سنوات، وقعد اتدرب في 4 أو 5 مستشفيات في المنطقة اللي أنا هشتغل فيها. المهم عملت استخارة وقريت القرآن، وفي الرؤية شفت نفسي إن أنا داخل كلية الطب جامعة برمنغهام. كلية الطب هناك كان فيها مكتبة اسمها مكتبة بارنز، اسمها مكتبة بارنز أو بارنز لايبرري، وإن أنا تخيلت في الرؤية إن المكتبة دي وكأنها الكعبة، وأنا بطوف حواليها وبطوف حواليها وبطوف حواليها وبطوف حواليها طواف السبعة. فاعتقدت، انشرح صدري لهذا المكان، وصحيت تاني يوم الصبحية، وكنت طبعا متزوج في الوقت ده، فقررت إن أنا أخد الوظيفة للأقل في الدخل والأقل في ساعات العمل، وده كان في اختيار موفق جدا ورؤية صادقة وصالحة غيرت مجرى حياتي، لأنها ساعتها جعلتني إن أنا يكون عندي وقت أقوم بالأعمال الاجتماعية اللي كنت عايز أقوم بيها. فكنت اشتغلت مع جمعية، يعني تطوعت في الجمعية الإسلامية في جامعة برمنغهام، وتطوعت مع الاتحاد الدارسين المصريين، وأصبحت رئيس الاتحاد على مستوى برمنغهام، ثم على مستوى بريطانيا كلها، ثم بعد كده بدأت الإغاثة الإسلامية تنشأ من خلال هذا المكان اللي أنا دخلت فيه، وابتدى يكون إيه أتعلم والدراسة إلى آخره إلى آخره. فطبعا الحمد لله على أمرين، أمر إن أنت استعنت بالله سبحانه وتعالى، استعنت بالله سبحانه وتعالى على إن يوضح لك الطريق، الأمر التاني إنك إيه اخترت الأيسر وحتى إن كان دخله أقل. والدخل الأقل ده أعطاني الفرصة إن أنا أنمي شخصيتي وأنمي مهاراتي، أبتدي أشتغل مع المسلمين ومع زمايلي في أماكن مختلفة جدا، من اتحاد الطلبة المصريين إلى الجمعية الإسلامية إلى الإغاثة الإسلامية لما أنشئت بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمال مش كل شيء، وحتى اسم الوظيفة مش كل شيء. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.